المشكلة بأول أول ستيج روحت الكونفيدنس، اللفة الثانية حاولنا شوي بس الواحد رجع الكونفيدنس شوي، اللفة الثالثة بلشنا ناخذ على السيارة وعلى كيف لازم تنساق السيارة. لسه مش هذا البيس أكيد، بده الواحد أكثر كثير حتى ياخذ أكثر شيء ياخذ من السيارة الصح، بس إن شاء الله يعني من هون للميدل إيست نقدر نبني شوية كونفيدنس، ناخذ أكثر على السيارة. الحمد لله الحمد لله على كل حال.